مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا هاتفيا في نشرة التاسعة الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إذا مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كيف تقرأ هذا وما هي أبرز محاور هذه الاستراتيجية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعل ما حدث اليوم من الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 هو صورة من صور المؤسسية في مصر خلال الجمهورية الجديدة. مصر الآن تتعامل مع كل الملفات بطريقة مؤسسية وبطريقة منهجية على الطريق الصحيح. لعل قضية تغير المناخ هي قضية عالمية تؤثر على كل الدول على السواء، سواء كان دول متقدمة أو دول نامية، سواء كان دول مسببة للظاهرة وهي الدول الصناعية، أو دول متأثرة بالظاهرة وهي معظم العالم النامي ودول أفريقيا والدول العربية ومصر في القلب منهم. فبالتالي أن تقوم الدولة اليوم بإطلاق هذه الاستراتيجية بعد جهد كبير في إعدادها وإعداد محاورها هي خطوة على الطريق الصحيح للتعامل مع قضية أرهقت العالم كله. قضية تغير المناخ أصبحت المعول للأسف السلبي لجهود التنمية التي تقوم بها الدول، بسبب أن دائما وأبدا يأتي المناخ على كثير من مجهودات الدول، سواء في البنية التحتية للدول، سواء في قطاعات مهمة، قطاعات اقتصادية مهمة زي قطاع الزراعة وزي قطاع المياه، وهي القطاعات المتأثرة بشدة بسبب هذه الظاهرة. لذلك كان إطلاق هذه الاستراتيجية اليوم هو في طريق استضافة المؤتمر الدولي أو المؤتمر العالمي للأطراف في التغيرات المناخية في نهاية هذا العام الذي تستضيفه مصر إن شاء الله. ودي كمان من ضمن الحاجات المهمة أن نجحت مصر في استضافة مؤتمر ذات وزن ثقيل، مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية يحضره تقريبا كل دول العالم، وممثلي هذه الدول هم رؤساء هذه الدول. فبالتالي هو مؤتمر كبير، أن تنجح مصر في استضافته ورئاسته خلال هذه الفترة سيكون له مردود إيجابي جدا للدول الأفريقية، لأن مصر تمثل قارة أفريقيا في هذه الدورة. الدول الأفريقية دول متأثرة بشدة تغير المناخ زي مصر بالظبط. عندنا قطاعات زي قطاعات الزراعة متأثرة بتغير المناخ، فبالتالي أن يكون هناك استراتيجية لها أهداف ومحاور ومنهجية وتم إعدادها بتنسيق عالي بين كل وزارات ومؤسسات الدولة وبتنسيق تام مع المنظمات الدولية المعنية، فهو أمر يعني هام. ذلك أننا على الطريق الصحيح دكتور. التعامل طيب. مع ملف تغير المناخ. صحيح. اليوم دكتور يعني بات العالم يتحدث عن الاقتصاد الأخضر، كيف ترى التحرك والخطوات المصرية في سبيل تعزيز عملية التحول الاقتصاد الأخضر؟ مصر من خلال إجراءاتها التي اتخذتها خلال السنوات القليلة الماضية تعطي نموذج طيب للتعامل مع تغير المناخ. فمصر لا تساهم في المساهمات الدولية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلا بأقل من 1%، بالتحديد 0.6%، في حين ان دول اخرى زي الصين مثلا تساهم ب 30%، الولايات المتحده وكندا والبرازيل والهند تساهم ب 8% 10%. فبالتالي مصر لا تساهم، وفي نفس الوقت مصر اخذت عهد على نفسها ان تكون كل المشروعات المموله من الخزانه العامه مشروعات خضراء. نعم. بمعنى انها قليله الانبعاث او عديمه الانبعاث غازات الاحتباس الحراري، في حين اننا في مصر لا نساهم اصلا في موضوع غازات الاحتباس الحراري المسبب الاكبر لتغير المناخ، بالاضافه طبعا لمشروعات الطاقه. مصر تعهدت ان يكون بحلول 2030 ان يكون هناك 40% من مصادر الطاقه. صحيح. في مصر طاقه نظيفه. حتى السندات على مستوى الطرح الاول للسندات الخضراء، المشروعات المموله من السندات الخضراء ستكون مشروعات خضراء، فالطرح الاول تعدى 750 مليون دولار. نعم. وهذه لاول مره يمكن في المنطقه ان دوله تتعامل مع السندات الخضراء بهذا الحجم الكبير من التمويل. للمره الثانيه بقول لحضرتك ان حتى كان مداخلات الوزراء في احتفاليه اطلاق الاستراتيجيه، السيده وزيره البيئه، السيده وزيره التخطيط، السيد وزير الزراعه والسيد وزير البترول، كانت مداخلات تنم على تنسيق كامل بين هذه الوزارات
للوصول إلى استراتيجية، ولأول مرة أن تكون استراتيجية. نعم دكتور محمد. ليست قطاعية كما حدث في الاستراتيجيات السابقة، ولكنها استراتيجية على مستوى القدس المصري، وسيتم تنفيذها إن شاء الله. مفهوم. في التكامل ما بين كل قطاعات الدولة بإذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، كنت معنا في نشرة التاسعة.